على ايد الفريق المصري، الفوز على كوريا 10-0، اتسجل وقتها اهداف مصر ابراهيم رياض 6 اهداف، 6 اهداف في المباراه. ويمكن هو طلع مصطفى رياض تاني كابتن مصطفى رياض، لكن طلع تاني هداف البطوله دي ب8 اهداف، في كان لاعب سجل 12 هدف. طبعا بعد كده التاهل من دور المجموعات على حساب البرازيل، ثم الفوز على غانا في ربع النهائي 5-1. طبعا سجل اهداف كابتن رفعت الفناجيلي والكابتن محمد بدوي، ثم خسرنا من المجر في نصف النهائي، وحتى خسرنا الثالث والرابع امام المانيا برضو النتيجه الطبيعيه اللي هي كام؟ 3-1 بعد سبت. لا ما هم من السته دي تلاتة. هننتقل للمشاركه المحببه الى قلبي والافضل في رايي على مستوى الاداء في المشاركات اللي احنا شفناها، يعني لوس انجلوس 84 اللي اتكلمنا فيها عن معاناه كابتن الحارس؟ محمود الخطيب كابتن احمد ناجي. شخصيه محترمه جدا كابتن احمد ناجي، يعني اكيد دايماً كان موفق جدا في الذهاب مع المنتخب. السفر كان اتصاب كابتن اكرامي ليله السفر. كابتن احمد ناجي كان محظوظ بمشاركته في البطوله، واكيد مدرب حراس عظيم. كانت المشاركه دي خسرنا من ايطاليا وفزنا على كوستاريكا 4-1. كابتن محمود الخطيب، كابتن عماد سليمان، خالد جد الله، وكابتن مجدي عبد الغني، وتعادلنا مع امريكا. مباراة فرنسا اللي خسرناها 2-0 في ربع النهائي وخرجنا منها، عشان كده بقول البطولة دي كانت فارقة، فرنسا هي اللي توجت بالبطولة. وفي رأيي ان احنا لو كنا تجاوزنا فرنسا، كان في رأيي ان احنا ممكن نحقق وصول لمرحلة غير مسبوقة في تاريخ مشاركة مصر في الأولمبياد، لان الفريق ده كان قوي واستثنائي ومميز جدا 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 يا احمد. واتكلمنا عن دور كابتن محمود الخطيب واصابته، ومع حلقه كابتن فتحي نصير كشفنا كواليس كتير قوي في الموضوع ده. عايز اقول لك اللي سجل اهداف في المباراه دي هتلاقي الكابتن عماد سليمان. كابتن عماد سليمان مباراه امريكا مسجل في مباراتين، مباراه امريكا ومباراه كوستاريكا. قلت ان هو سجل. بالمناسبه الكابتن عماد سليمان هو اللي كان سافر مع منتخب لوس انجلوس على حساب الكابتن طارق يحيى اللي هو كان هداف كاس مصر 89. بس دي كانت في 84. قال لك انا كنت برضو احسن لاعب في مصر. لما انا سالت الكابتن فتحي نصير بالمناسبه، قلت له كابتن فتحي نصير، الكابتن طارق يحيى بيقول ان هو خرج من المنتخب لانه زملكاوي. قال هو خرج من المنتخب لان كان عماد سليمان وقتها بيلعب مهاجم وبيلعب جناح ايسر او ساعد ايسر، فبالتالي هو بيلعب في اكتر من مركز، والعدد كان محدود السفر 18 او 17 لاعب، فخدنا اللاعب اللي يلعب اكتر من مركز. الكابتن عماد سليمان كابتن طارق صنع الفارق. ايه صنع الفارق وكان لاعب مميز بالزبط جدا بالظبط، وسجل هدفين، يعني ما كانش متاخد مجامله الكابتن عماد سليمان ده، طبعا بغض النظر عن هدف كاس مصر. طبعا المعلومه الخاطئه اللي اكدنا على ان هي خطا، وكابتن طارق اصر برضه عليها بعد كده. نرجع لاولمبياد، وعند